زمان كان بيقولك التوتر سمة العصر، دلوقتي التوتر ما بقاش سمة العصر، دلوقتي التوتر بقى سيد العصر، يعني تلاقي توتر وطالع منه بني آدم. الدراسات الطبية بتقول ان معظم المشاكل العضوية يعني اللي بتظهر على جسم الانسان سببها التوتر، من اول اضطرابات الجهاز الهضمي لضعف القدرة الجنسية نتيجة الوقوع تحت ضغط وتوتر مستمر، لان المخ دلوقتي اصبح تحت تأثير استجابة fight or flight، استجابة القتال او الهروب، ودي المواقف اللي المفروض الجهاز العصبي المركزي يتعامل معاها في المواقف الخطيرة جدا زي الحرب او انك تقابل اسد مثلا فتفكر هحاربه ولا الجري نص جدعانة، لكن المخ مش بيقدر يميز مقدار خطورة المواقف فبيتعامل مع كل التوترات ويروح داخل على الغدد الكظرية فتبدأ بإفراز هرمونات التوتر الأدرينالين والكورتيزول. الهرمونات دي بتتعامل على إنك داخل حالة حرب فتسرع ضربات القلب عشان يودي الدم للعضلات بكميات أكبر ومعها سرعة أكبر في التنفس عشان نلحق نودي أكسجين بسرعة للعضلات وضغط الدم طبعا بيعلى. بس المشكلة مش في الاسترس أو الضغط في حد ذاته، الضغط أحيانا بيجيب نتيجة. كلنا عارفين إننا مش بنعرف نذاكر كويس غير ليلة الامتحان وكل الأفكار الكرياتيف مش تظهر غير وقت الديدلاين، فالضغط بيكون اوقات مفيد خصوصا لما نعرف ان ليه اخر، يعني عارف اني لما اخلص الامتحان ده هرتاح شويه او لما هخلص البروجكت ده ههدى شويه قبل البروجكت الجديد. المشكله لما الضغط يكون مستمر ومن جهات مختلفه، اعمل ايه ساعتها يا عزيزي المشاهد؟ مفيش قدامك حل غير انك تصاحب التوتر. عارفه هتقولي اصاحب فيه ايه ده، بس الحقيقه انك تقدر تصاحبه عن طريق 5 خطوات. الخطوه الاولى هقولها لك بس في الاخر، خليك متابع الفيديو لانها مهمه جدا. الخطوه الثانيه حاول تطلع فيه اي نقط ايجابيه، يعني شوف فيه اي حاجه كويسه. باحثين جامعه ويسكونسن لما عملوا دراسه على 30,000 من البالغين الامريكيين لمده 8 سنوات لقوا ان الاشخاص اللي عندهم اعتقاد بان الاجهاد ضار بيزيد عندهم خطر الوفاه بنسبه 43%، على عكس الناس اللي بتعتبر ان الاجهاد مش ضار ما حصل لهمش التاثير السلبي ده. بمعنى ان الناس اللي اتصاحبوا على الضغط وقدروا يشوفوا فيه حاجه ايجابيه هما اللي قدروا يتكيفوا عليه من غير ما يأثر عليهم. وعشان اخليك تحب التوتر احب اقولك ان الضغط في اوقات كتير بيدعم العلاقات، ودي الخطوة التالتة، انك تلجأ لشخص تاني اثناء الاجهاد والضغط. لما بنكون مرهقين الغدة النخامية بتفرز اوكسيتوسين وهو الهرمون اللي بيجبرنا على طلب الدعم. الطبيبة النفسية ماجنيكال بتركز ان في آلية اوتوماتيكية لاستجابتنا للضغط عشان مقاومة الاجهاد، والآلية دي هي الاتصال البشري. عشان كده كل ما بنسعى للتفاعل الاجتماعي واننا نشارك سبب الضغط ده مع الناس اللي حوالينا ده بيساعدنا اننا نبني علاقات اقوى وفي نفس الوقت بيخفف من التوتر والضغط. عشان كده الحوار والفضفضة مع اشخاص ثقة بيقلل جدا من درجة الضغط والقلق، لكن احيانا بيحتاج الامر ان اتكلم مع شخص متخصص عشان يقدر يساعدني اشوف الامور بوجهة نظر صح. الحاجة الرابعة اللي ممكن تساعدك عشان تتغلب على التوتر انك تساعد حد غيرك، انك تخرج بره نفسك، ده هيطلعك بره دايرة التفكير المضغوطة اللي بتلف فيها وهتقدر تفكر وقتها بطريقة منطقية. فالناس اللي بتقدم مساعدة بتقدر تحتفظ بصحتها النفسية اكتر في فترات الضغط من الناس اللي تفكيرها بيكون منحصر تحت المشكلة. اما الطريقة الخامسة زي ما بتقول ماجنيكال ان اكتر وسيلة فعالة في التخلص من التوتر ان الواحد يشغل نفسه بقضية حقيقية. بدل من محاولاتي دايما في اني اتجنب التوتر والضغط المفروض اسعى ورا المعنى في الحياة، ساعتها حتى التوتر هيكون نوع من الحافز اني احاول احل المشكلة او اسعى ناحية الهدف. يعني هي بتقول المشكلة الاكبر ليست التوتر في الواقع لكن انه بلا معنى. التوتر الناتج عن هدف عميق وكبير هو ليه معنى مختلف تماما عن توتر بدون هدف. يعني لما تقلق عشان محتاج توفر اكل الاطفال الشوارع غير تماما لما تقلق على عربيتك، ولما تقلق على عربيتك عشان بتقدم بيها خدمه غير لما تقلق عليها عشان مظهرك الاجتماعي، فكر فيها كده. عشان كده كل ما تاخد قرارات حياتيه بناء على امور ليها معنى ومغزى بالنسبه لك ساعتها هتشوف التوتر والضغط بنظره تانية مختلفه تماما. اما الحل الاول بقى انا حبيت اسيبه للاخر، مش عشان تستنى تشوفه في الاخر وتفرج على الفيديو لاخره مع ان ده حل مهم للتوتر، لكن عشان هو حل محدش مهتم يجربه رغم انه اسهل واحد، وهو الصلاة. رغم الانتقاد اللي بياخده اي شخص لما يقولك لو قلقان صلي، لكن مش هنقدر ننكر قوة الصلاة مش بس في حل المشاكل لكن في تهدئة التوتر والقلق، لانك ببساطة بتتكلم وتفضفض زي ما قلنا في الاول بس مع الشخص الوحيد اللي يقدر يهدي امواج العاصفة اللي جواك وهو الله. وعشان ابسطها لك صاحب على التوتر واحكيه لربنا، سهلة اهي.